التقنية التي طال انتظار تغييرها. أقول هذا الكلام وأدلل عليه. ألم تكن أهم مصادر النقد المغربي في خطواته الأولى رسائل وأطروحات جامعية علمية بلغت درجة عالية من النضج وممنهجة في التحليل والاستقراء؟ هل من أحد يمكن له أن ينفي الدور الكبير الذي لعبته كتب ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب لمحمد بن نيس، والقصيدة المغربية المعاصرة بنية الشهادة والاستشهاد لمحمد راجع، وظاهرة الشعر الحديث عبد الله راجع وظاهرة الشعر الحديث لأحمد المجاطي؟ أتحدث عن هذه الكتب وألتفت لأرى أمامي أربعة أساتذة من خريجي الجامعة المغربية، أربعة أساتذة منهم من حصل على الدكتوراه ومنهم من يعمل على ذلك، أربعة أساتذة اثنين منهم صدرت لهم أعمال شعرية والباقي الاثنان الباقيان يشتغلان في الكتابة الأدبية من زاوية التحليل. أنا سعيد جدا لأنني أجلس مع أربعة من كتاب تخرجوا من الجامعة العربية، سعيد كذلك أن أعطي الكلمة لسي محمد الوردي. سي محمد الجامعة المغربية. جامعة المغربية، نعم. الكتب العربية. جامعة المغربية.